السلام عليكم شباب، معكم جاد ليفن أو ذا جنسلينجر من قناة اكسابر جيمينج. اليوم في هذا الفيديو راح نتكلم معكم عن تغيرات في جميع الأسلحة الإكزوتيك والدروع الإكزوتيك من السنة الأولى في ديستني. طبعا التحديث جديد 2.0 تحديث كبير، تكلمنا عن جميع التغيرات في جميع الأسلحة بشكل عام، وتكلمنا عن التغيرات في الشخصيات في فيديو سابق. إذا فاتك الفيديو ارجع في القناة راح تلقاه، أو راح تشوف الرابط في الديسكربشن تحت أسرع لك. وحين راح نبتدي معكم بالسلاح الاول، وراح يكون معانا هارد لايت. طبعا معروف سلاح هارد لايت سلاح اكزوتيك من السنه الاولى، والاستابيليتي في السلاح مره قليله، يعني السلاح يتحرك معك بشكل كبير، فهذا السبب زادوا الاستابيليتي في السلاح، فصارت عندنا من 60 الى 80. والشيء الثاني، معروف ان السلاح اذا ضرب ضرب على الجدار الطلقه راح ترتد معك، وهذه الطلقه تغير فيها شيئين، زادوا البونس دمج في الطلقه هذه اللي ترتد من الجدار، والشيء الثاني ما راح تتأثر بالمسافة. معروف الأوتو رايفلز أو أي سلاح ثاني كل ما ابتعد الشخص قل الدمج، بس إذا هذه الضربة ارتدت من الجدار ما راح تتأثر معك بالمسافة أبدا، وهذا شيء مرة ممتاز، فهذه خاصية ما في أي سلاح ثاني في ديستني. والسلاح الإكزوتيك الثاني راح يكون معنا سورس ريجيم. طبعا سورس ريجيم تغير في شيئين، الشيء الأول صار السلاح أقل ثبات، والشيء الثاني زادوا فيه الرينج، يعني يطلق السلاح من مسافات أبعد من أول، وهذا شيء بالنسبة للأوتو رايفلز ممتاز لأن الريت أوف فاير في هذا السلاح مرة بطيء. والسلاح الإكزوتيك الثالث راح يكون معنا النيكروكازم. طبعا النيكروكازم تغيرت في أشياء كثيرة، وأهم التغيرات واحد إن السلاح زادوا عليه الاستابيليتي، يعني صار السلاح ثابت أكثر، وشيء ثاني زادوا المجازين، يعني صار عندك ام اكثر. وشيء ثالث واهم تغير بالنسبه لي، في برك اسمه كريس برينجر. طبعا هذا البرك قبل التحديث كان اذا قتلت شخص جبته في الراس او جبته هيد شوت احتمال انه ينفجر، بس مع التحديث صار ينفجر اكيد مع كل مره تقتل شخص في الراس، مو بس ينفجر، زادوا مسافه الانفجار وزادوا قوه الانفجار، هذا اهم شيء لان هذا البرك يخلي السلاح مره يونيك ويكون مره السلاح قوي. والشيء الاخير، طبعا في برك موجود اسمه رينج فايندر اللي يزيد الرينج في السلاح، هذا السلاح بدله، هذا البرك بدله، مو سلاح، هذا البرك بدله ببرك اسمه زين مومنت. والسلاح اللي بعده راح يكون معنا ذا لاست وورد. طبعا ذا لاست وورد سلاح مره جبار قبل التحديث، بس مع التحديث يظل السلاح مره ممتاز. طبعا ضعف الرينج في السلاح وقلت الاستابلتي، يعني صار السلاح يتحرك اكثر من اول، بس ان زادوا الاكيورسي من الهيب فاير وزادوا الايم اسيست من الهيب فاير، هذا الشيء انا راح يخلي السلاح مره قوي. والشيء الاخير، في كان مشكله في البونس دمج لما تجيب شخص من الهيب فاير. طبعا معروف السلاح قوته اذا تضرب في برك مميز، اذا تضرب شخص في الراس من الهيب فاير راح يعطيك دمج عالي. كانت اللعبه ما تحسب هذا البونس، او كان في جليتش او مشكله، بس مع التحديث الجديد صلحوا هذه المشكلة وراح يحسب لك الدمج من الهيب فاير، صحيح أحسن من أول، وزادوا كده بعد الام اسيست والاكيورسي، يعني اشتبي أكثر من كده، راح يكون السلاح مرة جبار من مسافات قريبة من الهيب فاير. والسلاح الإكزوتيك اللي راح يكون معنا ثورن. طبعا ثورن كان أقوى سلاح في الشريط قبل التحديث الجديد 2.0، كان أقوى سلاح، بس مع التحديث الجديد بالنسبة صار السلاح متوسط لعدة أشياء. طبعا البويزن في السلاح إذا ضربت شخص والدمج يجيك مع التايم قللوه بشكل كبير في البي في اي والبي في بي، يعني في كروسبل ولا الفانغارد الدمج قل. والشيء الثاني ان الريكويل في السلاح صار مرة عالي، بحيث انك ما تقدر تضرب شخص مرتين ورا بعض، انت في اول الماب وهو في اخر الماب، وتجيبه في راسه وتمشي عنه والدمج راح يقتله، هذا الشيء ما راح يصير، تحتاج ان تجيب ثلاث ضربات من مسافات متوسطة او قريبة يعني. وهذا الشيء بالنسبة لي اشوف مرة ممتاز، لان هذا السلاح كان يخرب اللعبة وما سوي فيه بالانس. وراح يكون معنا الحين الهاند كانون الاخير من السنة الاولى هوكمون. وبالنسبة لي أشوف هذا السلاح ما تغير على أشياء كثيرة، تغير شيء واحد، كان السلاح فيه جليتش في بيرك اسمه لوك ان ذا شامبر. طبعا لوك ان ذا شامبر كان يمديك تقتل واحد من ضربة واحدة في كروسبل، وهذا الشيء كان مزعج، بس مع التحديث الجديد راح يمديك تقتل واحد من ضربتين أو ثلاث على حسب البونس دامج اللي يجيك، وعلى حسب المسافة، وعلى حسب دقتك في التصويب يعني. بالنسبة لي أشوف هذا الهاند كانون أفضل هاند كانون حاليا في اللعبة. عطنا رأيك في الكومنت تحت، هل تشوف هذا الهاند كانون أفضل واحد، أو أن في هاند كانون ثاني من السنة الأولى أفضل منه؟ وكذا شباب خلصنا من الهاند كانون، وراح ننتقل معكم للآيس بريكر. طبعا الآيس بريكر تغير على شيء واحد، أول كل 5 ثواني نحصل على طلقة واحدة، الحين كل 7 ثواني راح نحصل على طلقة واحدة. بمعنى الكلام، أول كنا نحصل مشط كامل كل 25 ثانية، مع التحديث الجديد راح تحصل على مشط كامل كل 35 ثانية، بس هذا اللي تغير. وحن راح أتكلم معكم عن سلاح الجلهورن. طبعا الجلهورن المعروف في السنة الأولى كان أقوى سلاح
إطلاقا أقوى سلاح، ما في أي سلاح ينافس الجلهون من ناحية الدمج. وخاصية السلاح أن الولف باك فيه مرة قوية، الولف باك تغيرت وصارت أضعف من أول، وصار الجلهون يتساوى مع الأسلحة الليجندر الثانية الروكت لانشر. فيعني بالنسبة لي ما رح استخدم هذا السلاح لفترة. والسلاح اللي بعد راح يكون معنا بلاك هامر. طبعا بلاك هامر مميزته انه في بيرك اسمه وايت نيل، اذا تضرب احد 3 هيت شات راح يرجع لك الايمو اللي خسرته، بس مع التحديث الجديد هذا الايمو راح نخسره وراح يعبي لك من نفس المشط الموجود عندك. يعني الجليتشات بهذا السلاح راح تقل بشكل كبير، وبالنسبه لي اشوف هذا الشيء مره ممتاز حق يكون في توازن في اللعبه. والسلاح الاكزوتيك اللي بعده راح يكون معنا نولاند بيوند. طبعا نولاند بيوند كانت في مشكله اذا تسوي ايم داون سايد السلاح يقلش معك او ما يعشق، بس اتمنى ما اشوف هذا الشيء مع التحديث الجديد 2.0. وشيء ثاني على السلاح، زادوا الهاندلنج فيه، يعني بمعنى ثاني يمديك تصوب اسرع ويمديك تتحرك اسرع ويمديك تعشق اسرع. والشيء الثالث، في برك مميز في هذا السلاح ما في اي سلاح ثاني اسمه ذا ماستر، اذا تقتل احد هيت شوت الضربة الثانية راح يعطيك بونس دمج، يعني تحول البونس دمج عندنا من 2.6 الى 3، صار البونس دمج مرة عالي، فراح يكون هذا السلاح مرة خطير في كروسبل. واذا انت كنت شخص تحب هذا السلاح، جميع هذه التعديلات راح يكون عندك هذا السلاح المميز، وراح يكون عندك رقم واحد في كروسبل، لان هذه التحديثات والتعديلات على السلاح خلته مرة جبار. والسلاح الاكزوتيك اللي بعده راح يكون معانا لورد اوف وولفز. طبعا لورد اوف وولفز معروف من بريزن اوف إلدرز، في بيرك مهم اسمه رالي بيرك، يعطي ريكفري لاصحابك. مع التحديث الجديد هذا الريكفري راح يكون اسرع، واخوياك راح يستفيدون من هذا البيرك بشكل اكبر. والسلاح الاكزوتيك اللي بعده راح يكون معانا ثندر لورد. طبعا ثندر لورد معروف لايت ماشين جان ارك دامج. طبعا ارك دامج زادوا بنسبه 50%، يعني راح يكون معك في النايت فول والويكلي هيروك اذا كان عندك بونس دامج ارك، راح يكون هذا السلاح خيارك رقم واحد. ومو بس كذا، زادوا المجازين فيه، يعني بالنسبه لي اشوفه افضل هيفي ويبن راح يكون في السنه الثانيه، هذا اللي اشوفه حاليا. والسلاح اللي بعده راح يكون معنا فيكس ميثيك لاست او المعروف بالفيكس. السلاح تغير في شيئين، الشيء الاول صار السلاح يطلق اسرع، والشيء الثاني صار السلاح ثابت اكثر. بالنسبة لي أشوف السلاح مرة فتاك في كروسبل، إذا ما جربت السلاح أنصحك أنك تشغل ديستني وتلعب هذا السلاح وتشكرني. طبعا السلاح من كلوس رينج، يعني مسافات القريبة، وما يصلح حق مسافات البعيدة. جرب السلاح واشكرني في الكومنت تحت، وأنا متأكد أن السلاح راح يعجبك. والسلاح اللي بعد راح يكون معنا يونيفرسال ريموت. هذا السلاح تغير في شيء واحد وزادوا الرينج فيه بشكل كبير، بحيث أنه يقدر يقتل مسافات أبعد أفضل من أول. وسلاح الاكزوتيك اللي بعده راح يكون معنا مونتي كارلو. مونتي كارلو تغير في شيئين، كان في جليتش في بيرك اسمه ميثود صار افضل من اول، والشيء الثاني صار السلاح الثبات فيه اكثر من اول، يعني يمديك تلعب في السلاح افضل من اول. بالنسبه لي اشوف السلاح متوسط القوه في كروسبل حاليا يعني. بس السلاح اللي بعده باد جوجو شيء مش معقول. اذني قلت لكم هذا السلاح افضل سلاح في كروسبل اكثر من مره في هذا الفيديو، بس صدقني باد جوجو اتوقع راح يكون سلاح رقم واحد في كروسبل بالفتره الجايه هذه، لان السلاح من جد شيء مش معقول. طبعا زادوا الثبات فيه السلاح، يعني اذا ما قلت لكم مش اللي غيروا فيه، زادوا الثبات وصار السلاح مره جبار. والسلاح اللي بعده راح يكون معنا ردث. طبعا ردث تغير في شيئين، الشيء الاول صار السلاح ثابت اكثر، والشيء الثاني كان في جلتش اذا تضرب واحد هيت شوت ما يحسب لك الدمج الصحيح. فهذا التحديث هذه مشكلة ان شاء الله اتمنى اني ما اشوفها، مع ان اتوقع شفت مرة او مرتين، بس اتوقع انك ما تواجهنا، اتوقع انه كان في لاك في الجيم. نعذر اللعبة باللاقات، بس ان اتوقع ان اللعبة هذه مشكلة بعدها موجودة ما تصلحت، بس على كلام بنجي ان هذه مشكلة تصلحت. وحين وصلنا معاكم الى السلاح الاخير الاكزوتيك من السنة الاولى بلان سي. طبعا بلان سي تغير في شيئين، الشيء الاول ان الرينج في السلاح زاد، وثبات السلاح زاد، يعني ما صار عليه أي شيء ثاني لأن السلاح كان شبه مظلوم، بس مع التحديث الجديد زادوا الرينج وزادوا الثبات. بالنسبة لي أنا ما جربت السلاح ولا عندي واحد مطور، إذا أنت جربت السلاح عطنا رأيك في الكومنت تحت، خلني نفيد الشباب إذا كان السلاح ممتاز أو مو ممتاز. وكذا شباب خلصنا من أسلحة السنة الأولى وجميع التغييرات عليها، وراح أتكلم معكم عن الدروع الإكزوتيك. وأول معلومة راح أبتدي معكم من الدروع الإكزوتيك، إنك إذا ركبت شيدر
ان بعض الدروع ما تتغير، مثلا في عندك كذا هلمت وشيست ارم ليج ما تتغير لونها مع الشيدر، بس مع التحديث الجديد اغلب الدروع راح تتغير، مو كل الدروع بس اغلب الدروع راح يتغير لونها ويصير اللون على حسب الشيدر. واول درع اكزوتيك راح تكون معانا للهنتر سباين اوف يونغ اهمكره، طبعا اليد الاكزوتيك معروف انها حق التراب ماين، اول اذا حطيت التراب ماين على الجدار وحطيت هذا الاكزوتيك ما راح يضل معك فتره طويله بشكل كبير، يعني لان اكزوتيك المفروض يعطيك بونس بشكل كبير، بس مع التحديث الجديد راح تضل على الجدار فتره طويله. مو بس كذا، يمديك تعبي للجرنيد الثاني والجرنيد الاول على الجدار، فهذا شيء مره ممتاز خاصه في طور ميهم. اذا كنت تلعب ميهم وتحب هذا الجرنيد انصحك ان تحط هذا اليد. والتعديل الثاني راح يكون لشست الورلوك اسمه هارت اوف براكسيك فاير. طبعا هذا الشست السنسنجر اذا شغلت السوبر شارج راح يعطيك بونس اجلتي، يعني اللاعب راح يتحرك معك اسرع من اول. جرب الشست واعطنا رايك في الكومنت تحت. بالنسبه لي انا ما العب للورلوك ولا احب السنسنجر، اذا انت من عشاق الورلوك والسنسنجر جرب هذا الشست واعطني رايك في الكومنت تحت. وكذا شباب وصلنا لنهايه الفيديو. في هذا الفيديو تكلمنا عن جميع التغيرات في الدروع الاكزوتيك في السنه الاولى، وتكلمنا عن تغيرات في الدروع الاكزوتيك، طبعا ما عندنا الا درعين بس تكلمنا عنهم. فاتمنى شباب ان عجبكم هذا الفيديو. طبعا اذا فاتك الفيديو اللي راح تكلمنا عن جميع التغيرات في الشخصيات بشكل عام، وتكلمنا عن تغيرات في الاسلحه. فاذا فاتك الفيديو اللي راح تشوف الرابط في الديسكربشن تحت، وحق تشوف الفيديو اللي جاي راح اتكلم عن التاور واشياء اللي تغيرت فيها. لا تنسى اللايك في سبسكرايب، ولا تنسى الشير وتعلم اصحابك عن هذا الفيديو، ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.